حبيبي يا كريم. والله يعني الحمد لله الحمد لله، يعني الواحد يعني تعود في النادي اللي هو اي وقت هو يبقى موجود، واي وقت اللي هو بيشارك اللي هو يحاول على قد ما يقدر اللي هو يثبت احسن حاجه عنده ويثبت نفسه. ويعني الحمد لله النادي الاهلي اللعيبه كلها لعيبه كبيره ولعيبه محترمه، الواحد يعني بيحاول على قد ما يقدر اللي هو يلتزم في تمرين وفي ماتشات، ويحاول اللي هو يقدم اقصى حاجه عنده عشان خاطر يعني كله بيلعب عشان النادي. فالحمد لله يعني الفتره اللي فاتت فتره كويسه، الناس الحمد لله مبسوطين، يعني ربنا يكرمنا ونفضل دايما مفرحين الناس كده باذن الله. عايز اروح معاك لمباراه الاتحاد الاخيره، واصرار وتحدي وجديه كانت باينه بشكل كبير جدا يا كابتن هاني، وزي ما اكدت مع ناصر وكريم الهدف بعد الدقيقه 90 طعم تاني ومختلف بشكل كبير للعيبه وللجمهور، الجمهور كمان بشكل خاص. والله طبعا الحمد لله، يعني ثلاث نقط مهمين جدا جدا جدا، يعني كانت ماتش مهم جدا في مسيره الدوري بتاعتنا. الحمد لله احنا النهارده اول، وده مكاننا الطبيعي، يعني احنا في وقت من الاوقات يعني للاسف كنا عشان متاخرين في ماتشات، متاجل لنا ماتشات كتير، كان جدولنا كنا الاخير، يعني كان الناس بيقعدوا ينتقدونا ويقول لك هم دول لعيبه النادي الاهلي وهم دول مش عارف ايه. الحمد لله انت دلوقتي بقيت الاول، وده مركزك الطبيعي، هو ده مركزك الطبيعي، و يعني ربنا يكرم ونفضل دايما في الاول، وربنا يكرمنا ان شاء الله. يعني بس جم دلوقتي كابتن ناصر الحكايه وكابتن كريم ندفت دلوقتي، ولازم وانت داخل كده يدوك، انت عايز تقولي بس ندفت بس عشان ده النجمه بتاعتنا. ندفت اللي عايز يتكلم. والله كابتن عايز تقولي الاول كابتن محمد هاني كلمه حلوه بقى، يعني مثلا هيتقال له ايه مثلا؟ ده امور كيوت. لا بس متالق واداء رائع، وبصراحه يعني لا بصراحه يعني اتكلم بجد بصراحه، محمد هاني يعني اثبت للجميع في اي مكان متواجد اصرار وجديه، وبعدين يعني ده مختلف عن اي حد بيلبسه يا كابتن ندى. طبعا هاني من اللعيبه الكبيره ومن اللعيبه المجتهده ويعني على طول بيلعب او ما بيلعبش باجتهاد في التمرين، بيتمرن كويس، واللي هو فيه ده اكيد نتيجه تعب واجتهاد كبير، فربنا ما بيضيعش تعبه وبيجيله يعني ربنا بيديله تعبه في الوقت اللي هو محتاجه. طبعا ربنا يكرمه ان شاء الله الفتره الجايه ويفضل مكمل زي ما هو كده، وربنا يكرمه ان شاء الله يبقى متواجد في على المنتخب بطوله افريقيا ان شاء الله. ربنا يكرم هاني ان شاء الله حبيبي، اكيد من قلبي طبعا. كابتن ناصر برضو تقول للكابتن محمد هاني على الاداء المميز بس من قلبك بقى، من قلبي. لا طبعا هاني مش جديد عليه، يعني طول عمره لعيب كبير ولعيب كويس، حتى لو كان في فترات ان هو ما كانش بيشارك فيها من بدايه الموسم، لكن هو لعيب كبير واحنا عارفين كده، ولما خد الفرصه طبعا هو ماسك فيها، هو يستحق اللي هو فيه، هو يستحق يكون موجود في المنتخب، فربنا يكرمه ان شاء الله يبقى موجود على طول معانا. كلام كبير، ويمكن اللعيبه ونجوم واللعيبه كلها اللي معاك يا هاني، عارفه اللي انا كنت بكلمك عليه من البدايه، الاصرار والجديه اللي انت مستمر عليها. عايز انقل معاك لنقطه صن داونز الاول، انا عارف انت هتعلق على الكلام ده، لكن عايز اتكلم معاك على صن داونز، لكن تقولي لناصر وكريم على الكلام الاول. بص يعني انا فعلا عايز اشكر ناصر وكريم ورمضان بالذات، الناس اللي هي سنها صغير. انا بس عايز افهم الناس حاجه، ان الموضوع مش سهل خالص ان واحد يبقى عنده 22 سنه ولا 21 سنه زي كريم وناصر. فعلا يعني الواحد بقى بيحس دلوقتي ان هم من عمدان الفرقه، يعني انت بتتكلم الواحد بيبقى مطمن وهو جنبه مثلا نازل كريم رمضان ناصر، طبعا الفرقه كلها يعني، بس انا قصدي ان انت يبقى لعيب صغير وعندك شخصيه اللعيب كبير من وانت صغير، يعني دي حاجه كبيره جدا، وان شاء الله ربنا يكرمهم، ويعني باذن الله يعني المجموعه اللي موجوده دلوقتي دي باذن الله اللي شايله النادي 10 15 سنه اللي جايين يعني. وكمان غير الملعب من الناس الرجاله قوي، رجاله جدا خارج الملعب ورجاله في الملعب جدا، وشخصيات كويسه يعني، ناس محترمين جدا بصراحه. يعني انا بتمنى لهم التوفيق طبعا الفتره الجايه، لعيبه كويسه جدا، وربنا يكرمنا كلنا باذن الله ان شاء الله. صن داونز مش هطول عليك، لكن صن داونز المباراه ليها حسابات وليها يمكن مع اللعيبه مع الجهاز الفني ليها حسابات مختلفه بشكل كبير عن بطوله الدوري. كابتن هاني كيف ترى هذه المباراه؟ طبعا انت زي ما قلت لك احنا في النادي هنا خلاص، انت خلصت حاجه بتقفل الصفحه دي وبتبتدي بقى صفحه جديده. احنا قفلنا الدوري خلاص، خدنا الثلاث نقط الحمد لله وفرحنا امبارح، خلاص الموضوع خلص. سافرنا دلوقتي، احنا مركزين في صن داونز من بعد ماتش الاتحاد، خلاص ده ماتش مهم جدا،
فرقة كويسة جدا، احنا محترمينها جدا وعارفين اللي هي فرقة محترمة، ملعبهم كويس والاجواء كويسة المفروض، فالماتش هيبقى الماتش مش هيبقى سهل خالص، بس احنا يا رجالة واحنا رايحين نكسب من هناك، هو ده هدفنا كلنا، كل اللي على الطيارة هنا رايحين، احنا هدفنا اللي احنا رايحين نكسب من هناك، وربنا يكرمنا يعني ان شاء الله بإذن الله.